الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. دي الله ركن إيمانه إذا إيمان الأرضو إذ ديل ألجنا الشخ بيو مرشا. نؤمن بأنهم عبيد بشر لا يعبدون. وي إيمان دل بشا أدمش خلر شين عبادة ده حق دوج. وأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام لا يكذبون. إشتا تارخ تيش تيش وإش خارت تبوي. نؤمن بهم وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم. الله هو وين خائت أن يلتير شتاني تير إيمان دلوي. وصفاتهم. تير صفة شتاني. والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها. إشتا الله هو تان غدي أشدو أسم دل آيات شتا إيمان دلوي. والأخبار التي جاءت عنهم. إشتا تارغ دي أندلوين دي ترش خبر شغل تارت إيمان دلوي. نؤمن أن أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. إشتا دحر بألش آدم خلرت إيمان دلوي. أول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. دحر خلو البيمرة نوح خلرت يعني دوش دلوي. خاتم الأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. دحر ألش بيمرة محمد خلر تيشل دوي. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا أكبر. أقبى يمر صلى الله عليه وسلم ويلجو تيحا شيء إلج إلج وشا يبقى يمر وشا بوشغا إذا كيرستل دو إذا كافر وإذا بوصل دينجور آر ويلا ويز. نؤمن بأنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى. أقوى إيمان دولا الله وشينتي دلان دولا سيردين دوشة وين حقها أجدر. أكمل نصح كان منهم عليهم الصلاة والسلام. أقر ديك الله مصر الأدمال ديك الوشخ الله. وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه لم يكتموا شيئا. تاهما دعتحوا دينعون سير الله وشين إدلان دول دعقها أجدي أدل ميلهم دعقها أجدي نعون سير. وبذلوا غاية الجهد في تبليغ هذا الدين. يغى تحا شيكو يوتش شيك ما حيقلق حقا نعنصار إذا قاعدش ديش